راح وحرا البنات دابا مع تبارك الله الحليب كتير والربيع وداك الشيء الحليب كتير خصني ندير بيه دابا اللي شفتو اللبينه في الحلقه ديال البارح الحلقه ديال اليوم غادي ندير لكم ان شاء الله الياغورت دابا من بعد ما درنا اللبن غادي نديرو الياغورت ديال الدار غادي خصنا جوج ياغورتات سكر حسب الذوق هادو جوج كاينات ديال تروا بالحليب راه كيتباعوا في لا فارماسي الا مشيتو عند لا فارماسي راه يعطيه لكم كديرهم في مهري صغير وكديروا عليهم كتزيدوا عليهم شويه ديال السكر باش يدقوا لكم بسهوله هادو هاد الكاينات ديال الرايب ثانويين الا بغيتي ديريهم الا ما بغيتيش ما ديريهمش ماشي ضروري كندقهم على حقاش على مقصحهم ما كيبغيوش يذوبوا وهادو كيعاونوا الياغورت باش يرب بسهوله دكينا هادوك الكينات ديال الريب درناهم في كويس ملي يسخن الحليب غنكبوا عليهم واحد شويه ديال الحليب باش يزيدوا يذوبوا مهم هادو راني قلت لكم ثانويين ماشي ضروري يكونوا ولكن انا كيعجبوني لانه كيشدوا ليا الحليب مزيان كيولي الياغورت شد في راسو مهم الحليب بعد ما فيضناه انا ضروري خصني نفيضو وبرد خطره وحده عاودنا سخناه يكون سخون بحال الحمام ديال البيبي هذيك السخونيه بحال هكا ودابا من بعد ما يسخن غادي نكملوا العمل نسخن الحليب غادي نبداو نزيدو هذا الشيء بشويه بشويه نديرو السكر السكر قلت لكم حسب الخليط خصو فريمون السكر يذوب غنديرو شويه قلنا شويه د الحليب فوق هاد هاد الكينات ديال الرايب شويه خليوهم يذوبوا شويه وغادي نديرو هاد القريعه هادي نديرو فيها شويه ديال الحليب ونديرو فيها هاد الياغورت باش نحركوه ما يبقاش مكور على قاش الا بقى مكور ما كيجيش كيجي داكشي خصو يكون مقاد ان شاء الله غادي ينجح لينا نحطو القرعة مزيان وخلطوها بحال هكا دابا تيقني بلي الحليب ما سخونش بزاف انا جاني بحال لا سخون شويه بالنسبه لكيف خصو يكون غنتسناوه حتى يبرد شويه عاد نبداو نكملو على الوصفه ندفى الحليب نستنفو العمل ونخلطو هاد الدانون اللي درنا ليه هكا هنايا نخلطوه مع الحليب ونحركو حطينا هذاك الخليط ونحركو مزيان خا
الخليط بيان سور ديال الياغورت والحليب، نخلطو مزيان ونزيدو هادوك جوج كينات ديال الريب، نزيدوهم راهما اللي كيعاونوا الحليب باش يروب. هانتوما الا لاحظتوا هذيك الجريمه ديال الحليب اللي درنا ديجا رابط. فوالا دابا ان شاء الله غنبداو نعمرو في هاد الكويسات ديال هاد الكويسات. نحيدو هاد الروينه، كنحمش مبقى في الروينه اللي كنديرو، كنبداو نعمرو في هاد الكويسات. ها هما نتلاقاو ملي نعاودو نعمرو، ملي نكملو الكيسان في الطبيعة. ما عمرنا هاد الكويسات غادي نسدوهم، غنديرو ليهم لو فيلم اليمونتير. نسدوهم بلو فيلم اليمونتير، ومن فوق من الفيلم اليمونتير نسدو ب نديرو بابي الومنيوم. هانتوما فوالا هكا غنديرو جوج دابا، ونمشي تاني تنكمل هاد العملية باش عاد نجي ندير لكم البابي الومنيوم باش منبقاوش جالسين كنضيعو في الوقت. فوالا فوالا هاهما هاهما مسدودين بالفيلم اليمونتيغ. هادو لي بو دياوغ بعد ما درنا اليوم لو فيلم اليمونتيغ، هانتوما شوفو درنا لو فيلم اليمونتيغ. دابا غادي نسدوهم بشويه ديال البابي الومنيوم، باش حيت الا رديتو البال الياغورت ملي كديريهم وتخليهم محلولين كيجي فيهم الماء، هذاك العرق ديال ملي كتحطوهم باش يجمدوا يتجمعوا داك العرق كيهبط فيهم وكيولي فيهم الماء. دابا بعد ما غنساليو هاد البابي الومنيوم غادي نعاودو نرجعو. دابا بعد ما درنا البابي الومنيوم لهاد الياغورت غادي نهزو اون غلاسيير دوك ديال اللي كنديو للبحر باش نديو فيهم داكشي بارد وداكشي، اون غلاسيير بحال هكا، وغادي نشدو واحد القرعه ديال الميكا ونعمروها بالماء سخون، ولا واحد لابويوط. انا لابويوط درتها للوالده، ما غاديش نحيدها للوالده باش ندير بها باش نديرها في الياغورت. دابا ها هي القرعه، راه لويتها في واحد الزيف باش ما نديرش اشهار. ملي نتوما شوفوا واش من قرعه بغيتو تعمرو ولا واش بغيتو ديرو اون بويوط. دابا غادي نستفو الياغورت لداخل، دابا نوريكم من بعد ما نستف ملي نستفهم في لاكلاسيير غادي نوريكم. ها هما بعد ما درنا لهم البابي الومنيوم درتهم في لاكلاسيير، ودرت معاهم بيان سور قرعه الماء سخونه كيف قلنا، وغادي نخليوهم لواحد 4 حتى 5 سوايع حيت دايرين لهم هذيك الكينه ديال الياغورت. الياغورت بعد ما تسالى غادي نوريه لكم. هذا دانون بعد ما وجد، ها هو شوفوه كيشد عجيب، كيجي ماشي شي حاجه، عجيب عجيب عجيب. والمذاق هذا هو، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبله، وخليتكم على خير وتبارك الله عليكم. اللي ما كيعرفنيش يتابوني عندي ويشوف الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر ولايكيو، وشكرا وخليتكم على خير.